شنو هي هذا؟ شوي شوي واخا واخا بيومي بشوي بشوي لبست بيومي لبست أنا بست بتاعك شفت بيومي؟ شفت الفيرين هذوما الكل؟ قتلتهم من الكل هذوما الكل قتلتهم أنت؟ باه أنا نحب نمشي للكوجينة باش نقلك بعضهم كيفاش نعمل؟ تبعت رساج تبعت رساج ورد بالك تعفس عليها ورد بالي نعفس عليها ونحط هذا في فمي توت سويت الله يبارك كل مرة طلعت لي بطلعة أنت هاو بيست ربي يستر لا غدوة يطلع لنا بوزوكا باهي بشوية إي 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 بشوية بشوية شنية بيومي؟ باش ترجعنا القرون الوسطى يا أخي ما كومش مصدقين؟ نجيب لكم الجربوع في شكارة؟ لا يا ما نجربوع لي أمون عايش إيش بي قلبك طلع هاي في خواف مجربة؟ كل واحد الفوبين تاعو بيومي أما تعاون 2015 التعاون راهو ماهوش مربوط بأون إيبوك بيان ديتيرميني التعاون موجود حتى في أياماتنا توا حتى اليوم؟ هي حتى لليوم التعاون هو توسكي ايبيديمي اي مالادي انفيكسيوس كونتاجيوس فهمتوا معناتها انفلونزا الطيور والخنازير والبش فال كلهم يتسموا طاعون وعم ببريك اللي حكيت لي عليهم قال لك تونس كامله برك الزربه واحده سي كي عم ببريك بيومي اسئله هاي واش اكزاكتومون سليم اما داخلين في الكاتيجوري نتاع لي ايبيديمي بارك الله عليك سوا كيفاش تلقى الوقت باش تقرا هذا الكل يخلف على جوجل شكون جوجل بيومي ولد عم ببريك فضلك ماستر هاي ماستر هيك يا شوقي مبستو مسلين وجيت اثنين يشطح في العرس في الحومة ياخي جي مسبوق راهو محبني يكون ليلة سهر لي يشطح فوق السطح يبات لي مسلين وطحونا بالدوران ما فماش فرق عيد ميلاد فرح 40 ما يمشيش يدور حزامه راني حرت معاه هاوين وسقط لي توا فرد سقطة يا مراه سكر فمك يا مراه راك فضحتني قلت لهم ما طلعوش معايا في الامبيونس شنو قلت شنو قلت والله لا تحشى ايه وين ماشي برونكار الدبو لوه يا قالوا لي مكسر مكسر هذا مكسر وين كنا فيه مكسر ها ها هو هذا مكسر؟ ها 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 ماهوش مكسر من المرة الجاية باش نشوفك هزز الاسكانير للدبو بعد اللي تعمل يقولك عليه مانيش استاتيك انا سي توفيق ديش ما فماش توفيق دوري نافون ما فما حتى حاجة تمشي للدبو الا ما تتعدى عليا انا تكون شي ابرة واضح سي توفيق سي توفيق بعد اذنك حاسي بالبرانكا كاد يرجونس هاو الشباب نجا معايا للدب ونشوف الخنار نشوف فلوسي وين ماشية ستوب آسيا أي جاني آسيا أهلا بسي سرحان أهلا وسهلا جبتنا اليوم ما تقوليش سفير رواندا المرة هذي يا وانا مزلت نغلطها لا هذا آسيا هذا كوارجي جاي مع ليكيب ناسيونال نتاعهم تاع الزيمبابوي يا أخي داخلهم في المطار يا كوارجي يا كوارجي جايب لك سامويلي تو انا اسيا تاي خذ لي كوردوني نتاعك تاع السفيق عمنا حالة امشي لحظه برك وعندي باسبور نتاعهم تاع زيمبابوي قيد اسيا الاسم توتسي توتسي ولد شكون انا ولد شكون نتاعك يا ولدي توتسي مش اسمه توتسي العرق نتاعو يكتبوا لهم في الباسبور توتسي ولا بوتو ديما مهنتنا معاك هاي مش مشكلة هاك عندك توتسي ديما بذر روحي انا حقا اسيا مش كان عندك الساك بتاعو حطي لي في الامانات حطها في عينيك لحظة برك من ديرك سيه سيه مون ساك سيه لحظة برك حطي لي في الامانات لحظة برك ديسة ديسة سي جليل سي جليل الباسيون اللي جابو سرحان طلعت له سخانه 42 ولا هاتري اي مفهميش انفيرمي معاه
معاه نجلة مسكينة نجلة، قام يلقاها في وجهه، تشوف له في عيني يخي شد. شد نجلة؟ شو عمل لها؟ سي جليل تعرفني نحشم منك ونقدرك برشا. بيسني يا سي وعرفك توتسي بيسني أنا صفا؟ هو راهو ملي قام هو هيج، عرفته ناوي على حاجة. خيط، شو يقولوا علي أنا دعوا في الكلينيك برا مش مش يقولوا علي طبعا شو في بالي طبعا؟ ما في بالي حتى حد كان احنا وسي جليل، وسي جليل تعرفه ما يعاودش لداري فارغة. هاتو تشوف ها؟ هاتو تشوف. سمعت ثم بوس في الكلينيك، شنو الحكاية؟ سامحني وانت شكون قال لك؟ عادي فيها في الاخبار تويك. يخدم معاكم واحد اسمه شوقي بعد واش حكيت تنشر. المهم شنو هي حيثيه الواقع؟ الكواجي هذاك اللي جبته انت في الصباح ياك هاو طلعت له سخانه كي قام يستغيك بس نجله. بس نجله هكا هو انتم متضوي وكان على البرادي. وانا بدي ملي جبته حسيته هيش تو انا ونقز عليه من البرونكار. اسيا البيت بتاع السيدة ذي محبكش تقرب لها، تعرفني ما عندي وين يدور الريح. عايشو سي السيد. عايشو سي السيد. على كل وانا بدي حس في روحي عندي سخانة شوية ما عرفش تم. على كل لي انا هاني في الرامبوان، ثم اي بوس كلموني، ثم اي اشكال كلموني. بس نجلة وانا على قهوة سقية حفيدة. ما هي اسيا؟ الرمزي خيبو. ليتو ليتو. والله ما نشوف صوتي ها؟ والله ما نشوف. بافري إيبولا إيبولا في الكلينيك متاعي هذا بريليفمون من الدم تاع الباسيون يلزمني نزيد له أنا اللي زخرة باش نثبت 100% من الحكاية لا 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 يلزمنا نتأكدوا منها 1000% نبعثوا لابوراتور سبيسياليزي في فرنسا صحيح ثم تعرفوا اللي عندنا حالة إيبولا في الكلينيك ونظراً لخطورة الوضع قررت باش نعلن على حالة طوارئ فبحيث كونت أنا خليت عزمة باش نتفقوا فيها على الإجراءات اللازمة وعينتكم أعضاء فيها نشكرك سي توفيق على الثقة اللي منحتين لا والله هو مش على حاجة أما الله غالب هذاك هو شلقيت في الكلينيك خليك في الأزمة البند الأول من حب حتى خبر يخرج من الكلينيك تشبيك البند الثاني هوك أنا كمانديت دي كومبينيزون لكن فما البعض بزين ما جوجيش على قياسكم ما كنتش في بالي أنا اللي عندي دي جران فورما ونيا اكس 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 طوال نقاولها حل البند الثالث والأهم صارت له كونتاكت فيزيك مع المريض اللي عندنا انا سي جلال بشرنا حاله المريض اما رانا وقتها لابسين دي غان اي دي ماسك سي توفيق انا مانتونونس ما عنديش على باش نمسو انا سي توفيق شوفور ما عندي في السوق منذوق انا سي توفيق ما كنتش حاضر حتى حكيته مع نجله سمعت بها سمعان شنو هي الحكاية مع نجلة؟ أنا ما نعرف التطبيق تهلا سي توفيق حتى الذبانة ما تدخل هوني صحيح
تمشي تقد ما كنت قبلها الكومبينيزون راهي بسقطه فلوس. والله يا سي توفيق والله العظيم دخلت مره بركه جست جنب فقد السيروم والله العظيم. الكلام هذا ما قلتولهاش انت في خليت الازمه فطر بيه كان بالكاميرا سيرفيونس انا نعرف عليك اللي انت ما شفتو. استر عليا يسترك ربي يا سي توفيق عايشك. الجرايات هذه راهو نعملوا فيها لمصلحتك مصلحه الكلينيك. اصبر شويه ايسي هذه راهي ايبولا بربي كان عليك كان سمعت كلام سرحان تو باش راسي نجدو لك في الدم ونحلو فيه ونعاودو باش نتاكدو برشا مرات عليه باش تمصوا لي دمي. يا رب تربط مليح لا تمشي تلوح روحها بالشباك. عليه ما بولا انا سي توفيق تنخاف لا تخبشني نخبشك لبا انا سامحني يا شيخ. ثم حد شو التسيب هذا لاش مقربين آسيا آسيا باهي هذه نعود سي توفيق لا بتاع النحل وين ماشي اش تحب صافي سليم 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 يا اخي وليت وداوي في النحل اش خصك انت النحل والله كلمه ما نعرفش باللي بلا البلا بتاع شنو مو باسيوني جبتو سيتر اش بيه؟ طلع عمريف باللي بولا اه؟ الحاسيدي سي توفيق نحضر لك بروجرام هايل ياسر ايبولا ايبولا ايتو سليم الايبولا هذيا تعدي شنو هي تعدي؟ النفس برك يعدي ولا غالب شنو نعمل؟ ديجا خسرنا دوكوناك خسرتو دوكوناك إيبولا أنا بطبيعتي مقرب إيبولا مع قريب شيش تولي هذاك باش تعودوا تسمعوا كلامي قلتلكم فما مرض متفشي في البلاد أما بجري أمك تو عندها سيزيام سانس سيزيام سانس بركة تو عندها ليسانس ياخذ ويعطي يا جماعة الحمد لله لاباس لي زاناليس نتاع الدم تاع نجلة وإيسي طلعوا نيجاتيف شنو نيجاتيف معناتها ما عندهمش دم جملة؟ ما عندهمش دم جملة معناتها طلعوا لاباس أوف حتى هي غصرة أنا تخلق بيه كاسك هاك إيش تروحيك؟ ما عادش لاعب أنا أحلى علي الكوندوي دم ولا مش دم سي توفيق قال لي ما يدخل حد يا ولدي لاباس عليهم ما فماش مانع حكيت لي بولا من فضلك ما نلعبش خبزتي يلا آخر كلام عندك؟ ثبت 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 آسيا هاك سلكتها هبطت عليك العفو وتشريعي العام والله لما نوريكم هكا عملتوا فيا جا في بالي فيفر هيموراجيك يا اخي طلعت فيفر عادي هيك هاو غلطه في اللابوراتوار نمشيو فيها احنا تحت الساقي يا بنتي احمد ربي جماعه ستين فوق سينو تراسيلك حياتك كامله تعديها اونيزالمون يا لطيف سي توفيق شاري لي زونيفورم هذوك بك الحسبه وهو سي توفيق مهبوله وزغرتوا لها في وزنها ما صدق الراجل سي توفيق يظهر لي باش يفكر لنا لي بولا في الفيش دو بي ايش يا نجلة؟ شو تعملوني انتم؟ شو بيكم بكم شو لبسين لي كومبينيزون؟ ايش هنا لك هوا؟ عندك فكرة قديش باش تتكلف الغلطة بتاعك؟ سي توفيق أنا مستعد نتحمل مسؤوليتي كاملة. والكومبينيزون من كندا والدواء من ألمانيا وسمعة الكلينيك هذيك زادة في الخطر. سي توفيق فما حظبة تلافز وإذاعات قدام الباب تاع الكلينيك حبوا يقابلوك. ما تقوليش خليتهم يدخلوا. إي صففتهم وحضرت لهم المنصة. إيش باش نقول لهم أنا
قل لهم الراجل طلع الطسخانة جي سي با سيرو. سي توفيق صحيح عندنا ليبولا في تونس؟ ليبولا في تونس؟ قداش عندنا من حالة سي توفيق؟ حالة واحدة. حالة واحدة. وبفضل تكاثف الجهود وجهودي الخاصة وإخوان يعطيهم الصحة عاونوني مشكورين نجمنا نسيطروا عليها. حالة المريض مستقرة نوعا ما. سي توفيق تنجم تعطينا فكرة على الفاكسان هذا على اعتبار انه اليوم ما فما حتى دواء ناجح ضد هالمرض. فاكسان احنا قررنا باش نبحثوا على ال اي بالطبيعة فاكسان لقينا فاكسان عربي. كيف سي توفيق الله غالب ما عادش عندنا وقت وعندنا التزامات تبارك الله وجدتها هو الوقت اللي تعدى على غالب سي توفيق كمان سي توفيق Je suis Ebola. Ebola, Tunisie, fini. Journaliste, 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 Ebola, Tunisie, c'est fini. Ebola, jumla wahda. Les gens tarka mi chefi sakhana. Rara. كيف هو ذلك الكتاب؟ ما نعرفش نقرا بالفرنسية.